بتجنن بس ما منعرفها. قليل كتير اللي بيعرفوها. يمكن اسمها شوي صغيرة، عجيب غريب، بيروغي بوتيتوس مثلا، أو بطاطا على طريقة البيروغي، بطاطا مسلوقة بقشرة بمي مسقعة مالحة. نحط البطاطا تغلي المي، البطاطا بينسلق وبيستووا. نحنا شو بنعمل؟ منصفيهم هن وسخنين، منقشرهم وهن وسخنين منهرسهم. وعم تشوفوني أنا هلأ هون بالمهرسة تنزل هالبطاطا بهالطريقة. بدنا نحضر العجين. أنا رح عندي ها 2 كوب، رح عبيهم بثواني. هذا كمان الكوب الأول، ومنروح منحطه وين؟ بالعجينة. يلا طلع هون، هذا أول كوب، هيدا كمان تاني كوب. يا شيف شادي أجي أنا هون، هيدي بيضة نكسرها هيك وحدة، وكمان هون عندي بيضة تاني، رشي من الملح، وعندنا كمان من المي. بلش أنا أعجن، أوكي، وراح بلش ضيف من المي على مهلي. ليكوا العجينة شو حلوة هون، طلعوا فيها شو حلوة. ومنجي نحنا هذا العجينة هيك بدنا نريحها شوي صغيرة يا شيف شادي. بصل سكين مقلتين، واحدة اثنين، وهلا كان مولع تحتهم اثنيناتهم، واحدة للصلصة، اوكي طلعوا كيف ولعت، وهيدي كمان ولعت هون، وحده تنعمل فيها الحشوه، زيت زيتون اثنين سوا، اوكي طلعوا كيف، حط كمان بقلبن. نجي على البصل للصلصه، بدي احط البصل جوانح. اما للحشوه راح نحط البصل يكون مفروم ناعم. وهلا بدنا نحط البصلات بالمقلي. انا هون الشرائح بنحطهم بهيدي المقلي بدنا نعمل فيها الصوص، ياي، وهون كمان المفرومين ناعم بدنا نحطهم بالمقلي بدنا نعمل فيها الحشوه. تومات بيلي او بندوره بيلد، وبجي برجع برجعهم على الصلصه. هالبندوره كمان جاهزه تحطها فوق الخلطه. اوكي طلعوا شو حلوين، اكيد بدهم يغلوا مع بعض. عندي الساور كريم، طلعوا بحطوا على شو؟ على البطاطا. بنحط على البطاطا جبنة التشيدر المبروشة، او فينا نحط جبنة الموتزاريلا بس هن يستعملوا جبنة التشيدر. وعندنا الملح، عندنا كمان شوي صغيرة من الحليب. وهلا يا شيف شادي بنطلع هون وبنقول هيدا كمان البصلات. نحن ليكو شو رح نعمل هلا؟ رح نجي بهالطريقة منمد العجين اللي عنا، طلعوا كيف؟ هيك طلعوا. هلا منبلش، منجيب المقطع، هب منقطعهم دوائر كلهم سوا. أنا هلا ليكو شو عم بعمل؟ عم حط الحشوة. بعد ما حطيت الحشوة بمسك هالعجينة بهالطريقة، طلعوا كيف؟ عم بجي سكرها كلها سوا، شفتوا كيف؟ وبجي بحطها. لما بحطها بالماي بتنزل للقعر، شفتوا؟ بس تستوي تطلع على وجه المي. يلا شعلنا هون تحت صلصة الطماطم وبلشنا البيوروغي كمان، طلعوا وصاروا جاهزين. بيروحوا على صلصة الطماطم بهالطريقة هيك، أو صلصة ديب بومودورو، طلعوا كيف. منحط لهم هلا كمان القليل من زيت الزيتون عليهم. واو طفينا هون، طلعوا شو حلوين. هون كمان أنا عندي هلا من زيت الزيتون، منشيل كل حبة بحبتها وحدة. ليكوا شو حلوين، ممكن كمان كل 5 حبات أو 4 حبات يعملوا لنا مين؟ يعملوا لنا بورشن لشخص واحد. نحن رح نعمل هون طبق كبير شوي، ممكن يكون كمان لشخصين. طلعوا كمان هول أشكالهم شو طالعين حلوين بهالطريقة هيك، مع البيروغي، مع هالوصفة اللي بتشهي، مع الريحة اللي بتجنن. بنهي حلقتي لليوم وبشكركم شكر كبير، أول شي مني، وتاني شي من 10/10. بودعكم إلى حلقة جديدة.